فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها قد صبغت شعرها بألوان متعددة ثم ترغب بصبغه باللون الأسود ليكون قريبا من الطبيعي، فهل يجوز شرعا؟ لا، صبغ الشيب من المرأة ومن الرجل لا يجوز بالسواد، قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، ولا يصبغ بالسواد إنما يصبغ بالألوان الأخرى كالصفرة والحمرة والأسود غير الخالص، الأسود المختلط بلون آخر لا بأس. نعم.